أسطورة خامسة، أغبى الأغبياء أجهل الجهال. أغبى الأغبياء أجهل الجهال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الشيخ التيمي الحراني في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول في صفحة 325 إلى صفحة 328، قال التيمية قال اللفظ الرؤية وإن كان في الأصل مطابقا فقد لا يكون مطابقا كما في قوله، إذن يقول لفظ الرؤية وإن كان في الأصل مطابقا فقد لا يكون مطابقا كما في قوله، أي في قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا في سورة فاطر هذه، وقال أيضا وقال تعالى يرونهم مثليهم رأي العين في سورة آل عمران، وقد يكون، إذن هذا الكلام لابن تيمية يقول لفظ الرؤية وإن كان في الأصل مطابقا فقد لا يكون مطابقا كما في قوله وكما في قوله، وقد يكون التوهم والتخيل مطابقا من وجه دون وجه فهو حق في مرتبته وإن لم يكن مماثلا للحقيقة الخارجة مثل ما يراه الناس في منامهم، وقد يرى في اليقظة وقد يرى في اليقظة من جنس ما يرى في منامه، فإنه يرى صورا وأفعالا ويسمع أقوالا، وقد يرى في اليقظة من جنس ما يرى في منامه فإنه يرى صورا وأفعالا ويسمع أقوالا. هل فهمتم شيئا؟ طبعا هذا الأسلوب موجود حتى عندنا في الحوزة، موجود هذا الأسلوب، البعض من الأساس لا يفهم شيئا فيأتي بخزعبلات من هنا وهنا ويخلط الأمور ويعرف المصطلحات ويأتي بكلام فيه نوع، إذا كان يستطيع السبك فيه نوع من السباكة والسبك، ويأتي بكلام كثير والإنسان يميل إلى الكسل وإلى الراحة وإلى عدم الدقة، عدم الدقة وعدم بذل السعة والجهد والقدرة، فعندما يرى هذا يهتز يخاف يرتبك، هذا في الشيء المكتوب، أيضا في الشيء المسموع الملقى، أيضا بعض المقاييس بعض القياسات المنحرفة عندما تسأل، وهذه حصلت وموجودة وربما البعض سمع بها، مرت علينا نحن عندما في أول تواصلنا مع الحوزة وأهل الحوزة والعلم وطلبة العلم العلوم الدينية، أيضا كان يقال هذا عندما تسأل عن شخص كيف تعرف بأن هذا أعلم من هذا، ما هو الجواب؟ جواب غريب طبعا، يقول الأول أعلم من الثاني لأني عندما أحضر الثاني أفهم ما يقول، وعندما أحضر عند الأول لا أفهم ما يقول، يعني ليس الكلام على نحو المزحة، لماذا لا تفهم وما هو الدليل على أنه أنك لا تفهم؟ يقول يعني أنه يطرح مطالب عالية وأنا لا أفهم هذه المطالب أعلى من مستواي فهذا أعلم من ذاك. الظاهر بأن الذي يحصل الآن مع ابن تيمية مع المؤلفات التي سجلت ونسبت لابن تيمية ينظر إليها بهذا المنظار، بمنظار الكمية وليس النوعية، بمنظار الكم وليس النوع، وهذا الأسلوب يعرفه ابن تيمية، هو يتحدث عن الجانب الكمي دائما، كم التحق بعلي وكم التحق بمعاوية، كم التحق بالحسين وكم التحق بيزيد، كم معركة شارك هذا وكم معركة شارك هذا، كم شخصا ذبح هذا وقتل هذا وكم شخص ذبح هذا وقتل هذا، فيعرف هذا فيأتي بالجانب الكمي بالأسلوب الكمي فيضعه في ما يكتب. هذا قلنا إذا كان كانت الإصدارات المؤلفات هي فعلا لابن تيمية ولم تكن لغير ابن تيمية، لأشخاص آخرين
ولم يكن على نحو أتى من مؤسسة منظمة من حكومة من جهة معينة، شكلت لجنة ولجان وألفت ما تريد من كتب ونسبت هذا لابن تيمية وذاك لغيره.